السلام عليكم الاخوات، بخير. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم واحد الوصفه زوينه وسهله وكيبغيوها الدراري بزاف بزاف. هانتوما غادي لي كريب، غادي ندير لي كريب، واللي بغى يعمرهم بشي حاجه انا دايرهم لي كريب بنوتيلا. اللي بغى يعمر بشي حاجه يعمرها، راكم عارفين لي كريب الانسان تاكلها وشهوته. غادي نبدا هانتوما بالحليب، عندي ربعه ديال الحليب، ربعه ديال الحليب. هانتوما شوفوا معايا، ديروا كلشي في المولينكس، علاش؟ لحقاش كلشي في الخلاط. جوج بيضات، هانتوما جوج بيضات، واحد نص كاس ديال السكر، ما كاملش ديال العنبه، ما كاملش نص كاس ديال السكر، واحد نص كاس ديال الليمون برتقال معصر، واحد القشره ديال الليمون ديال الشين شير البرتقال. هانتوما كلشي كنديروه في طبقه، ومعلقه ديال الزبده، ها هي معلقه كبيره ديال الزبده. كلشي غنضربوه في الخلاط، نيشا دفاني، ها هي غنضرب كلشي في الخلاط، وغنبقاو نزيدو الدقيق في الفرن شويه بشويه. غتلقاو المقادير في صندوق الوصف. هانتوما شويه الزهر كتجيب داك النكهه زوينه ديال الزهر. يلا هنا غنضربوه في الخلاط. اخوات احنا رجعنا من بعد، هانتوما ها هو دا الكريب ديالنا وجد. غادي تعمروه باش بغيتو، كيبقى اختياري انا الدراري، حيت عندي الدراري كيبغيو الشكلاط، غادي نديرو له نوتيلا بحال هاد الشكل هكا. هانتوما شويه تحاولوا تايطاليوه، ما يكونش في الثلاجه بطبيعه الحال. ديرو هكا النص، نجيو نستفولها البنان، على هاد الشكل هكا، هانتوما، نديرو لها هكا، وهكا، وبالصحة والراحة.